بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأستاذة زهراء خباز. في هذا المقطع سأوضح كيف نقوم بعمل إحصائية مثل هذه والتي عادة تطلب في المدارس في وقت قصير. في المدارس يتم عمل أو إنشاء هكذا إحصائية وإنجاز هكذا إحصائية من خلال أخذ المعلومات من الورقيات أو من ملف إكسل عادي، المهم أنها تأخذ وقتا وجهدا. بينما إذا استخدمنا قاعدة معطيات أكسس مثل هذه، فستلاحظون أنني أستطيع استخلاص المعلومات المطلوبة في دقائق. فمثلا هنا عندي أول شيء مطلوب أن يكون عندي عدد المعلمين أو المدرسين أو العدد الكامل للكادر الموجود في المدرسة ولكن داخل الملاك فقط. هنا فقط تحديد مركز عمل وهنا فقط الذين خارج الملاك. فبالنسبة لداخل الملاك، أول حق لاحظوا هذه قاعدة معطيات افتراضية أنشأتها من عندي. لاستخلاص العدد نأخذ من إنشاء، تصميم، استعلام، وهذا هو الجدول الوحيد الذي لدينا، مدرسون أو ذاتية المدرسين. أحتاج كل الحقول منه، وعندي هنا الحق الذي عليه المعيار داخل خارج وتحديد مركز عمل. بالنسبة لداخل خارج أنا أحتاجه أن يكون داخل، فأكتب كلمة داخل. بالنسبة لتحديد مركز عمل يجب أن لا يكون تحديد مركز عمل، فأكتب لا. الآن أشغل الاستعلام ولاحظ عندي 2 من المدرسين هم ليسوا تحديد مركز عمل، أو 2 من الكادر الموجود في المدرسة لأنه ليس فقط مدرسون، 2 فقط هم داخل الملاك وليسوا تحديد مركز عمل. الآن فنكتب هنا مثلا 2. نأتي إلى تحديد مركز عمل. في تحديد مركز العمل نعود هنا، أنا في الاستعلام لاحظوا أعود إلى عرض التصميم، إلى تصميم الاستعلام. أريد الآن أن يكونوا بالنسبة، هذا لا أريده، لا أحتاجه، هنا لا أحتاج، وهذا أيضا لا أحتاجه. هنا يجب أن يكون نعم، تحديد مركز عمل يجب أن يكون نعم سواء داخل أو خارج. فنضغط تشغيل، عفوا هو في الأصل تحديد مركز عمل يجب أن يكون لشخص داخل الملعب. المهم لاحظوا كم شخص عندي، 3، إذن فهنا 3. خارج الملاك أعود إلى عرض التصميم للاستعلام. عندي هنا أحتاج حقل داخل خارج، وأريد الذين هم خارج الملاك، وأضغط تشغيل. لاحظوا عندي 3، فأكتب هنا في الملف 3. الآن أريد هنا لاحظوا داخل الملاك وتحديد مركز عمل وخارج ملاك ولكن الذين هم فقط فئة أولى. فأتي هنا وأعود إلى عرض التصميم للاستعلام. أنا أحتاج بالنسبة لداخل خارج أريد الذين هم داخل، وبالنسبة لتحديد مركز العمل هنا أريد أن يكونوا ليسوا تحديد مركز عمل، لا. وبالنسبة للفئة أريد أن يكونوا أولى. والآن أضغط على تشغيل. عندي 2 هم داخل الملاك وفئة أولى، هذه هي هنا 2. الآن أعود إلى عرض التصميم للاستعلام، أريد الذين هم تحديد مركز عمل، ليس هم داخل أو خارج، هذا ليس عليه أي معيار مطبق. عندي هنا يجب أن تكون نعم تحديد مركز عمل وفئة أولى. أضغط تشغيل. عندي 2، فأكتب هنا 2. الآن خارج وفئة أولى. فبالتالي من عرض التصميم للاستعلام
عندي هنا أحتاج هذا، لا لا أريد التحديد، أحتاج هنا داخل خارج، يجب أن يكونوا خارج خارج وفئة أولى. أشغل عندي واحد فقط، أكتب هنا واحد. الآن نفس الأمر ولكن على الفئة الثانية، نأتي إلى هنا، نأتي إلى عرض التصميم للاستعلام، وأريد هنا داخل، والفئة يجب أن تكون، عفوا نعم الفئة صحيح، يجب أن تكون ثانية وليس تحديد مركز عمل. فبالنسبة لتحديد مركز العمل يجب أن يكون لا، وأشغل مع لا، ليس عندي أي شخص، فهنا صفر. الآن تحديد مركز عمل فئة ثانية، أتي إلى عرض التصميم، تحديد مركز عمل يجب أن تكون نعم، وهذه لا أحتاجها. الآن أشغل، لاحظوا عندي شخص واحد، تحديد مركز عمل وفئة ثانية، فأكتب هنا واحد. خارج الملاك أتي إلى عرض التصميم، وأريد من ناحية هذا لا أريده، داخل خارج، أريد أنا الذي هو داخل وعفوا خارج وفئة ثانية، وأشغل. لاحظوا عندي خارج فئة ثانية اثنان، فأكتب هنا اثنان. فئة رابعة ألاحظ في الأصل في قاعدة المعطيات ليس عندي، يعني لو عدت الذاتية هنا فليس عندي أي أحد فئة رابعة. وهذه الأمور التي تأخذ وقت، يعني هذه الأمور التي تأخذ وقت، البقية سهلة. عدد الشعاب وعدد الطلاب في كل شعبة، عدد الشعب الصفية، عدد الكادر الإداري، هذه يعني أمور سهل تعبئتها. الذي يأخذ وقت هو هذا وهذا. أرجو أن أكون ساعدتكم في هذا المقطع وبينت لكم كيف الأمر يكون سهل باستخدام قواعد معطيات واستخدام الحاسب في العمل. ودمتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.